مشاهدينا أهلا بكم. بقلق شديد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالكويت تداولوا خبر حظر بعض الدول استيراد الدجاج والبيض من الكويت بسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور حسب ما أشيع، الأمر الذي استلزم توضيحا من الجهات المعنية وذلك عبر اتصال هاتفي أجراه فريق النشرة الإلكترونية مع مدير إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية الدكتور عبد الرحمن الكندري، والذي أفاد بالتالي: بخصوص توضيح ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بظهور مرض انفلونزا الطيور، طبعا احنا دولة الكويت اعلن في لظهور المرض في بداية يناير 2017. الحمد لله رب العالمين، كانت حالات في مكان واحد في مزرعة فيها تربية الطيور زينة، والحمد لله رب العالمين تم القضاء على هذه الحيوانات المصابة واعدامها، وطبعاً باشرنا بعدها إجراءات التطهير والتعقيم. الحمد لله لحد الآن الوضع تحت السيطرة، ما في حالات جديدة، وأيضاً النوع اللي ظهر في دولة الكويت ما ينتقل إلى الإنسان اللي هو H5N8. الوضع إن شاء الله طيب وما انتشر الحمد لله، بس طبعاً إحنا الآن في يعني باستمرار نقوم بمسحات ومراقبة حق الوضع الوبائي، وإن شاء الله متابعين مع منظمة العالمية للصحة الحيوانية رفع تقارير دورية حتى رفع الحظر عن دولة الكويت، والإجراءات اللي تأخذها الدول المجاورة هذا إجراء احترازي، حتى إحنا دولة الكويت نأخذ هذا الإجراء، ولكن طبعا احنا يعني جميع الدول ليست خارج خطر إصابة انفلونزا الطيور، ظهر في أوروبا، ظهر في دول كثيرة، الطيور المهاجرة لها دور كبير في هذا انتشار هذا المرض، ولكن إن شاء الله في يعني الأيام القادمة نعلن خلو دولة الكويت إن شاء الله من المرض.